أن المحصلة بتساوي صفر. عايز يجيب الثلاث مجاهيل اف بي واف سي واف دي، الثلاث قوى الموجودة. يبقى أنا هستخدم ثلاث شروط الالتزام. سميشن قوى في اتجاه الاكس بيساوي صفر. مين القوى في اتجاه الاكس؟ هنحلل اف دي ساين 30 وعندك اف سي ساين 30 بيساوي صفر، القوى الباقية كلها رأسية. ساين 30 روح مع ساين 30 يبقى قال إن اف دي بتساوي اف ايه؟ اف سي. هنسميها مجهول اسمه ايه؟ اسمه اف. دي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية سميشن قوى في اتجاه الواي بيساوي صفر. مين القوى في اتجاه الواي؟ عندك القوى اللي فوق 50 زائد اف بي زائد اف سي كوزين 30 زائد اف دي كوزين 30. القوى اللي تحت سالب 10 سالب 100 سالب 50، ده كله بيساوي صفر. فانا اقدر اختصر ال 50 مع ال 50 تمام مع سالب 50. وعندك اف بي هي نفسها الاف سي هي نفسها الاف دي بتساوي اف. انا اقدر اخلي المعادله اللي عندي عباره عن اف بي زائد 2 اف كوزين 30 بيساوي 110. دي المعادله. يبقى كده طلعت معادلتين. فاضل لي معادله الايه؟ العزم. هجيب العزم حوالين نقطه وصاميش المومنت حوالين الاو بيساوي صفر. تمام. تعال نجيب عزم القوى اللي فوق وبعدين نجيب عزم القوى اللي تحت. خلاص. يبقى عندك 50 في 7/10 الدور عكس عقارب الساعة زائد اف بي في المسافة اللي عندك 7/10 زائد 65 و65 يبقى عندك اف بي في 2 تمام. وعندك القوتين دولت هيبقوا عبارة عن موجب 2 اف كوزين 30 في المسافة دي كلها عبارة عن كام؟ 2.9 ناقص أظن القوة اللي تحت ده كله بيساوي صفر. ممكن عدوه يبقى بيساوي 10/5 وعندك 100 زائد 100 المسافة اللي عندك 1.35 اللي هي المسافة دي. فاضل لك ديت ناقص أو زائد 50 في كام؟ في 2.5. من هنا هقدر أطلع معادلة اللي هي بتاعت اف بي يبقى 2 اف بي زائد 2 اف كوزين 30 2.9 بتساوي 230. هنقل المعادلة 2 و 3 مع بعض يطلع لي قيمة الـ اف بي بتساوي 98 نيوتن و اف سي بتساوي اف دي بتساوي